لازم تتكسر يا جماعة، اصبر ثانية. الجيلاتينا فيها بتبقى كتير غير اي موزة. ودي برضو طبعا موزة الدراع، ودي بقيتها، وده عمود الدراع اللي هو صباع القشرة، لحمة حمراء وناعمة خالص. وده شكله بيبقى احمر خالص من جوه. ودي قشرة اللوح، ودي الكفالة او الدبوس لوح الكف حمرا برضه. نعم لحمة تتاكل، بسم الله ما شاء الله. سيد مانجا بالصلاة على النبي، مانجا. انا ما فطرتش بس يلا افطر.